مدرسة استعد أرسلنا وفعلا نتربى بشمسها بحرارة تموسها اللاهبة ونيرانها المستعرة التي ألهبت المشاعر والقلوب المتمثلة بالملاحم الوطيسة التي في يوم ما أحد طلاب هذه الإعدادية واليوم بكل فخر واعتزاز ومحبة ومودة أقف بينكم زائرا مشرفا لهذه الإعدادية. نحن اليوم نحتفل بهذه المناسبة العظيمة ذكرى مرور عام على انتصار الشعب العراقي على قوى الظلام. أول شبابك يا وطن نقدر نغير الحال. شبابك يا وطن نقدر نغير الحال بس لازم بديك تشده بيرقنا امل عدنا وطموح نصير فوق الغيم امل عدنا وطموح نصير فوق الغيم لكن للاسف مو هذا مطلبنا مطلبنا نتوحد شيعة سنة نعيش مطلبنا نتوحد شيعة سنة نعيش من جدة وجديد تعود لمتنا كلام شلون شيعتنا صفق لي الحرارة وعيني سجل الدموع ومدح عاش العراق وعاش يلا شكرا للحشد والايدوه وعين ابن الذهبي المانخو هلا بالرد السريع رجعوه الاتحاد يا زلم هجامه الاتحاد يا زلم هجامه لا تاخرون بيان الانتصار مشيت الليل مثل الشاة والراعي طار الحشد يا هل وطيب هل بمتاعي الطير والإنسان والحب هجروا قل لي داعش بالله شنه العمره عفية قلبك يا عراق تدمره نرجع وترجع للعراق أيام ويا الغيب سقرون
طيران الجيش عالي وما علو ورا داعش وين ما يختل ورا داعش وين ما يختل لقاه بياج حر هز الخليفة البايعة ما يسالف وين راح لسان ما يسالف وين راح لسان يا سواتر سالف الكل العمام واحكي للتاريخ ساعات الظلام يا وطن مرفوع وتظل فوق عالي وعالي جيش وحشد وياك من يدناك وانت الغالي يا وطن اجمل الناس تاج الراس